أوف بن غيت أو بانوتشي كما يناديه البعض هو أحد الركائز الأساسية في نادي بارادو. من مواليد 4 أفريل عام 96 استطاع ابن الأخوات أن يفرض نفسه في تشكيلة شابة يقودها شريف الوزاني في أول موسم احترافي له والثاني مع الأكابر. التجربة بالك هذه دوزيام اني مع لي سينيور وين بالك هذه بالك لي بلو ديفيسيل بور موا باسكو نيتي ا دوزيام ديفيزيون اماتور وين كانت شويه صعيبه علينا مي كي طلعنا دوزيام ديفيزيون ما بيناش مليح باسكو ما كناش نعرفوا كيفاش تمشي الشامبيون مليح مي من بعد عرفنا كيفاش نجيريو لي ماتش تاعنا والحمد لله. خريج أكاديمية بارادو يعد أحد اللاعبين الموهوبين الذين أنجبتهم الأكاديمية، فرغم صغر سنه الذي لا يتجاوز 20 سنة إلا أنه أبان عن قدرات متميزة تجعل منه موهبة فذة. الحمد لله احنا نعرفوا قيمة نتاعو وان شاء الله كيما يقول لك يعرفوها أيور. جوا زعما اللي عطينا زيادة عطينا أن بليس في ليكيب. أما خارج الميدان فيتمتع بن غيث رؤوف بأخلاقه العالية وروحه المرحة وهذا بشهادة المقربين منه. رؤوف نقول لك أنا إنسان مخلق مربي أنا إلا بوكو دو كاليتي لا بروف كيلي أون يو 23 إلا كو ديزينام. رؤوف كيما يقول لك سانجوال اللي ناضج. دي فوا هو يكري هذيك الأمبيونس في الصحابة بهذوك لي مانيير تاعه، ما يخدم الحمد لله يا ربي. ولعل أهم ما ميز مسيرته التي لا تزال في بدايتها هي تحقيقه التأهل التاريخي مع المنتخب الأولمبي لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتي تعد بمثابة تجربة من شأنها أن تساعده في المراحل القادمة. دوكا كي رحت درت كوب دافريك مع لي 23 وين بالك بنت مليح وين لعبت كاع لي ماتش اوفيسيال تما التجربه بالك كانت ناجحه باروبول لي دوزيام اوبجيكتيف تاعي سي نكون مع لي جوار اللي رايحين جوز اولمبيك ان شاء الله. هنا اوني كونسيون بهذا الجوار اللي غادي ان جور ان شاء الله يدوفيان ان بون جوار ولا ان كرون جوار ماذا بينا نشوفوا فيه في كيما صرا ان شاء الله. وبالعودة إلى مشواره مع فريقه في الرابطة الثانية فإن اللاعب أبان عن مستويات جعلته محل أطماع العديد من الأندية الجزائرية وحتى الأوروبية. هذا بالك حم كاع أي جوار جزائري اللي يقدر يلعب في لورو، أنا مادا بيا شغل أون طونك مازلني جان جبريفير نروح لاني بروشان سي نلعب في لورو. إذا هي موهبة محلية تستحق التشجيع والإشادة، فرؤوف بن غيث ما هو إلا دليل على وجود لاعبين محليين شباب من الواجب تسليط الضوء عليهم.